مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من مهارات عظيمة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان اللي عايز يجهز من قبل يبقى يعني يلحق يشتري الخامات ويقدر إن هو يعملها، هي حاجات بسيطة جدا. هنتكلم عن البدائل وإحنا شغالين. النهاردة هنعمل الوصفات الأساسية اللي أصلا ارتبطت بهذه المناسبة السعيدة، وهي كانت الفول والسمسم والحمص، وهنتكلم عنهم باستفاضة. فاحنا النهاردة هنبدأ في الفولية أو السودانية والحمصية والسمسمية. خلينا نقول المقادير. بصوا، أنا ثبتت المقادير على مقادير معينة، على 2.5 كوباية. هنبدأ أول حاجة بالفول السوداني. عندي الفولية، الفولية عندي 2.5 كوباية من الفول السوداني. هعاير، واللي عايز يضاعف الكمية يضاعف المقادير، يعني بدل ما هم يبقوا 2.5 كوباية هيبقوا 5 كوبايات. طيب، عندي 0.5 كوباية سكر، هضيف 0.5 كوباية من العسل الجلوكوز أو العسل الأبيض. يعني اللي متوفر عند حضراتكم مفيش مشكلة فيه خالص. 0.5 معلقة صغيرة من ملح الليمون للمادة الحافظة أو عصير الليمون، الاتنين مش هيقولوا لأ. طيب، عندي 2 كبار من الزيت، ودول بدهنهم في الصاج أو البايركس أو الحاجة اللي أنا هفرد فيها الفولية أو السمسمية أو الحمصية، وطبعا ورق زبدة. طيب، هنقول بسم الله. طبعا أنا هبدأها مع حضراتكم من الأول. هي إيه؟ أنا هنا عندي الفول السوداني، شايفين بيتجاب من المقلاة أو من المحمصة. بيجيبوه بيبقى كده، في منه بيبقى ني زي ما حضراتكم شايفين كده ومتقشر، او لو جبتوه حتى بقش وعايزين انتوا اللي تحمصوه مفيش مشكله، وهنبدا نشيل القشر من عليه. اهم حاجه ما يتحمصش كتير، لان هو لما هيتحط كمان في الشربات او اللي هينزل في العسل ده هياخد كم سخن، برده هيبدا نوع من انواع التسويه. انا مش عايزاه في الاخر يمرر فيبقى طعمه حلو ان شاء الله، لكن الحبه دول انا محتاجه احمصهم. هفترض ان هم عند حضرتك محمصين ومظبوطين، لازم يندف فيهم قبل ما نحطهم في على العسل عشان ما يقفش. يعني هو كمان لازم ندف فيهم، سواء السمسم او الفول او الحمص. تعالوا بقى نبدا كده في المقادير. انا هعملها مع حضراتكم في العادي كده، وده علشان حاجه واحده، علشان تظبطوا المعيار بتاعكم وتعرفوا هنوصل لأي تسوية هعملها بالطريقة العادية. للي ما عندوش ترمومتر تعرفوا، بالذات في الحمصية والسمسمية والحاجات الناشفة لازم نوصل لحاجة اسمها مش الكرة اللينة بقى، اللي زي الإزاز، اللي هو نعمل كده تتكسر عشان ما تلزقش في السنان. تعالوا نبدأ نقول بسم الله. أنا هاخد كده الأول السكر، وهاخد عليه العسل الجلوكوز. عندي العسل الجلوكوز اهو، بسم الله. اللي عايز يضيف عسل ابيض مفيش مشكله خالص. المحلات بقى اللي بتعمل الحاجه دي الجميله فعلا بشكل حلو بيعملوها بعرق الحلاوه. عارفين عرق الحلاوه اللي هو زي الخشب كده اللي كنا زمان، لو حضراتكم عملتوا سيرش كده على اليوتيوب هتلاقوني عملت الحلاوه الطحينيه بعرق الحلاوه الاصلي. وده يعني كان زمان الحلاوة بتتعمل كده، دلوقتي بقى الحلاوة بتتعمل بالمكونات السهلة اللي هي 3 مكونات. طبعا دي بتبقى نسبة السكر فيها عالية، بيحطوا طحينة وسكر بودرة ولبن بودرة، لا فطبعا هتفرق كتير قوي. تلاقوه كده ايه ان شاء الله مرة نعمل بيه الحلاوة الطحينية ونعرفه لحضراتكم برضو، وتشوفوا هو بيبقى عامل ازاي، شكله والتعامل معاه ازاي. بيتعمل منه كمان حلويات المولد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده سباتيولا، ممكن تبقى دي، وهنبدأ ندوب العسل والسكر ده مع بعض، ندوب شوية كده. لو جينا بقى نتكلم على بداية حلويات المولد بدأت ازاي، كانت في القاهرة في القرن الرابع الهجري، اللي نقلوها عندنا هم الفاطميين لمصر. هاخد كده شوية مية. ناس كانت بتقول بقى انه الحاكم بأمر الله كان دايما بيخرج في موكب يوم المولد النبوي مع زوجته، وكانت دايما تلبس فستان أبيض. عشان كده هم اخترعوا فكرة الحلوة العروسة المولد، و
الفارس اللي على الحصان، وكانوا بيوزعوها في المناسبة دي. السمسمية والحمصية، والحمصية والفولية والملبن، دول اللي كانوا إيه؟ الأساس على مر العصور. بعد كده اتطوروا وبدأنا بقى إحنا ندخل إيه؟ أصناف أخرى تدي ألوان مبهجة وسعادة بفواكه زي القراصية والمشمشية والحاجات الحلوة والكاجو والحاجات اللي إيه؟ اللي فيها مكسرات وما إلى ذلك. بصوا كده، نزل بس دول كويس هنا عشان ده من الخليط، ونسخن هنا. وعايزة برضو أبدأ في التنين، يبقى العرق معايا مظبوط عشان نبدأ نشتغل في باقي المكونات، هما حاجة واحدة زي بعض عشان يدوني العرق المظبوط. بسم الله، نزل كده سنة، نسخن. بصوا أنا بقلب كده شوية، هتبدأ تغلي، هنخلي النار كده وسط لحد ما يدوب السكر ده وتبدأ تغلي معانا. هاخد بقى الفول السوداني ده على طب كده، الكوبايتين ونص، هدخلهم الفرن ياخدوا يعني يتحمصوا تحميصة خفيفة كده علشان ايه؟ اقدر استخدمهم. تعالوا كده وناخد معانا ام جوزيف. يا اهلا وسهلا، يا صباح الحلويات يا شوف عزيزي. حبيبتي صباح الفل يا ام جوزيف، كل سنه وانتم طيبين يا قلبي. يا حبيبتي وانت طيبه بصحه وسعاده يا رب. وتسلم ايديك، انا بص بعشق الحلاوه السمسميه والحمصيه والفوليه والملبن. يا حبيبه قلب، دول اللي انا بحبهم في الحلويات. قلتي اللي هم الثلاثه اللي بعملهم ومعاهم الملبن صح؟ ايوه طبعا يا حبيبه قلب، الملبن ده اساسي. يا حبيبتي هنعمله ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه عمري، ومعلومات جميله تديها لنا برده ثاني، وكملي فيها برده عشان نعرف يعني ده اساس كل حاجه دي فيها بتعمليها. حبيبتي ربنا يخليك يا قلبي. تسلمي، وشكرا ليك يا قلب، كل سنه وهم طيبين كلهم، اسره القناه كلها يا رب. تسلمي لي يا ام جوزيف، كلك ذوق والله العظيم، متشكره جدا. طبعا انا عارفه مشاركه اخواتنا المسيحيين كتير بتبقى معانا والله فعلا في المولد النبوي الشريف، بشكركم طبعا وعايدتكم بتوصل ومحبتكم، شكرا ليكم. كده بصوا بقى تبدأ تغلي كده، وهنهدي كده النار شوية تستوي. أنا بقى هجهز مية ساقعة جنبي علشان أظبط العرق، العرق ده مهم قوي إن أنا أظبطه علشان توصل للمرحلة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها، هي فكرة إنها تبقى تتكسر وتبقى بتكسر معايا زي الإزاز كده. دي مية ساقعة أنا ممكن أستفيد منها، خليني أخد كده في بولة، حط هنا مية ساقعة وهجرب عشان دي تبقى التجربة اللي احنا هنجرب بيها العرق بتاعنا اللي بناء عليه هننزل الفول او السمسم او ما الى ذلك. طبعا هجهز جنبي كمان قالب او صاج، ده قالب لطيف على حسب طبعا الكمية بتاعت حضراتكم. بصوا كده القالب ده هدهنه بالزيت كويس جدا، هاخد كده فرشة وهاخد زيت ده نباتي. بسم الله، لازم يدهن زيت كويس او نجهزه. خلاص ينفع كمان صاج لو عاملين كمية كبيرة بارتفاع كده 1 سنتي او سنتي ونص عشان ما تبقاش تخينة على اسنانكو عريضة. وهنعمل كده، وبرضو الفرشة دي حاجة يعني هبل ايدي كمان زيت وانا بضغط بورقة زبدة، هنعمل ده دلوقتي بس لما نيجي نوصل للمرحلة دي. بصوا كده بدأ هنا، نقدر نستخدم العسل الابيض، العسل الجلوكوز كمان بيتباع كتير، يمكن هو موفر شوية عن العسل الابيض في استخداماته، ناس كتير بتستخدمه في الحلويات عشان يدي القوام ويبقى متماسك زي قوام العسل بالظبط، هنتكلم عنه طبعا.
بص عايزه اقول لكم يعني تكوينه او مكوناته سهله. هما تقريبا كوبايتين من السكر، كوبايه ميه بارده، ومعلقه صغيره من الخل، رشه ملح، لحد ما بيبقى شفاف زي ما حضراتكم بتشوفوا قوامه كده. هو ده العسل الجلوكوز اهو، في سعرات حراريه عاليه جدا اهو، شفاف خالص، يبقى عامل كده بالظبط كده، شايفين؟ بنستخدمه بقى في الكيك، في البسبوسه، في بنعمله مثلا في الشربات يدي قوام حلو، معجنات، في صناعه الشعير، في حاجات كتير. الشاي المسلك كمان بيستخدموه فيه. البديل الاساسي ليه هو العسل الطبيعي طبعا، او احنا بنقول ده بديل العسل الابيض الاساسي اساسا، لكن طبعا العسل الطبيعي افيد لان هو معالج للحروق، مهم جدا كمان للبشره بشكل رهيب. الناس اللي عندها مشاكل والتهابات في بشرتها وحب شباب، العسل ده رائع. بيعالج كمان التهاب الزور والكحه جدا، بيهدي الاعصاب، الانتفاخات. عايزه اقول لكم بصوا بقى بدات ريحه السوداني، خليني بس الاول اقلبه. طبعا كل ده فيه نسبه زيوت، انا ما حطيتش ولا اي حاجه، هو الزيوت اللي موجوده جوه الفول السوداني هتبدا تطلع، هي اللي هتحمصه. استفيد بزيوته الطبيعيه عشان ما يبقاش فيه ماده دهنيه، وانا بسخنه اهو. وهبدا هنا زي ما بوري حضراتكم كده، اشوف القوام لسه. نبدا بقى نشتغل. ممكن انا دهنت هنا اهو القالب اللي هنزل فيه، ونقدر ندهن كمان معانا صاج زي ده مثلا، نحط عليه ورقه زبده. انا عندي واحد جاهز اهو، خليني يبقى ده كمان ندهنه، نخليه جاهز معانا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. على فكره هتعملوها في البيت رائعه. مره تانية نعمل بقى حاجات بعرق الحلاوه، تعرفوا ان ليه استخدامات رائعه، بيتباع عند العطارين الكبار قوي في مصر. الاصلي منه، لازم تتاكدوا انه ده الاصلي بتاع الاكل، لان في عرق حلاوه تاني بيعملوه في التنظيف والمسح، مهم قوي. بصوا بقى هنبدا ايه. مين معانا يا ولاد؟ بصوا كده، بصوا كده، لسه اول ما اوصل للقوام هوري حضراتكم. نبدا بقى نحط هنا كمان العسل نفس المكونات علشان نعمل بيها الوصفه الثانيه اللي خاصه بالسمسمية. نبص برضو على الفول السوداني، لازم كل شويه بصوا ما بي يعني على طول ما الحقه عشان ما يحصلوش حاجه. اول ما ريحته بتطلع اقلب، شايفين ازاي سخونيته دي كمان بينزل في الشربات ده او في العسل ده، يبقى مظبوط جدا اهو، شايفين؟ لازم اقلبه كده طول وانا شغاله. انا الحقيقه بحب اجيبه ني كده ويتحمص، يبقى فريش احسن ما اجيبه محمص، ساعات بيبقى فيه طعم مش حلو، زي بيبقى معرفش متخزن او حاجه، فتحسوه كده فيه زناخه، فتبوظ كل الخامات اللي احنا عملناها وتضايق الواحد. بصوا كده كده هنقلب بقى، وانا جنبي الميه الساقعه اهي، هبدا اجيبها هنا، هاخد كده نقطه. بصوا النقطه وقفت تحت ازاي، شايفينها؟ تسقع، امسكها كده اهي، بدات تجمد على فكره اهي. بصوا هي كده بدأت تنشف، بس بقالها هسة على الكسر، هسة حاجة بسيطة خلاص عشان تعرفوا القوام المظبوط امتى نحطه، ماشي اهي. بصوا في المية الساقعة بتبين اكتر حاجة القوام، بصوا بتطلع عاملة ازاي اهي،
دي كده طريه، دي كده تلزق في السنان. تمام اهي، تاني تبقى عامله كده، اشد لسه لينه، لازم بقى الخيط ده يبقى ناشف شويه عن كده. فانا طبعا هجرب تاني بعد دقيقتين بالظبط عشان احطها تبقى الدنيا تمام ومظبوطه. وهعاير برضو، بص السوداني خلاص اهو دخل على التحميص، الريحه بدات تطلع والدنيا بقت تمام. بصوا شايفين اهو، شايفين خلاص، انا ثواني بالظبط وهطلعه، ثواني عشان يبقى مظبوط الوقت مع الايه العسل اللي اتظبط. تعالوا بقى ناخد كده، بصوا بقى نوريكم تاني، بصوا اهي التجربه التانيه، نبص بصه كده خلاص كده تمام قوي اهو كده خلاص. هوريكم حاضر، تسقع بس عشان اوريكم اهي اهي. تسقع وهوريها لكم وانا بمطها عشان تشوفوها، بقيلها ثانيه. بصوا بدات تمسك ازاي، ما بقتش طريه ازاي، ما بقتش طريه، هتبدا اهي بصوا بشد، بقيلها ثانيه كمان وتتكسر. هو ده اللي انا عايزاه، ان انا اقفع الخيط اعمله كده يكسر زي الازاز كده، انا خدت القوام المظبوط عشان لما اقطمها تطلع مظبوطه معايا. دلوقتي بقى احنا هنطلع السوداني اوريه لحضراتكم، واسيبه على الصاج يفضل دافي محتفظ بالدفء علشان اضيفه على طول، مش هضيفه لما حضراتكم ترجعوا ان شاء الله. وعلى سخونيه الصاج هيفضل يتحمص معانا، بصوا كده اهو شايفينه ازاي، يبقى رائع. ما غمقوش عن كده عشان هو كمان هيغمق على السخونيه شويه كمان في سخونيه الصاج اللي انا سايباه فيه عشان يفضل محتفظ بالدفء. رجعنا لحضراتكم، بصوا بقى اهي شايفين، بصوا اهي كسرتها بقت زي الازازه اهي. هو دي بقى المرحله اللي انا عايزاها عشان حضراتكم لما تقطموها ما تمسكش في السنان. هاخد بقى بسرعه، انا رفعتها من على النار عشان خفت تزداد التسويه، وده دافي. هنشف ايدي معلش عشان كان مكان الميه اللي انا حطيتها فيها. تعالوا بقى نسمي الله، بسرعه جدا نشتغل بسرعه رهيبه لان الموضوع ده الحاجه دي بتمسك بسرعه جدا. خلاص ودول هربانين هناخدهم لان دول مع المعيار اهم. هنقلب كده بسرعه اهي، وهننزل هنا. تعالوا بقى على الصاج المدهون، بسم الله يلا بينا. بسرعة بسرعة بسرعة. دي بقى هاخد نقطة زيت كده عشان اعمل كده، شايفين ازاي؟ معيار مظبوط، السماكة زي ما انتوا شايفين. بصوا بتمسك على طول ازاي؟ عشان لما تيجوا تقطعوها تبقى يعني مظبوطه مع حضراتكم وهي لينه كده. وبعدين لازم نديها تقطيعه بسيطه، عارفين ليه؟ عشان لو سبتها كده هتتقطع مش هتبقى حتت. فاستنى بس تشد، شايفين ازاي اهي. كده اهو، بصوا بقى ممكن طبعا
وانت مستنيه ايه؟ روح قلبي. يلا بصوا كده، عايزه اقول لكم الفول السوداني ده رائع للناس اللي عايزه بقى تزيد يعني اولا تحافظ على قلبها، ثانيا ما تحافظش على اذنها بتتخن. اللي عايزين يتخنوا النحات. هو رائع، بيمنع حصوات المراره. الفول السوداني ده ممتاز، قوي جدا لعندهم يعني اقصد ايه انيميا. طيب ايه كمان؟ بيحمي من السرطان، الله اكبر، يعني لا قدر الله، المعده. فيه فسفور مهم جدا للعظم وللاسنان والاعصاب كمان. بصوا معلش انا بحب اعملها كده واخدها بالطول، انا عامله يعني قطع عريضه ودي هعملها كده مش عريضه قوي. خلاص وهنبدا برضو نفصلهم عن بعض، لازم اعمل كده قبل ما تنشف عشان مش هعرف افصلها. تمام اهي كده، وهتبقى فيه سهوله ان حضراتكم تطلعوها بكل سهوله، مفيش اي مشكله. هنرجع تاني بالسباتيلا اهي كده، شايفين؟ بس لحد ما تتماسك عشان تفصلوا كل قطعه عن التانيه شويه فتعرفوا ايه تطلعوها ان شاء الله. كل ده في مرحله اللي هي فيها دي اهي. تحت طبعا دهنين زيت فالدنيا هتبقى تمام جدا، شايفين ازاي؟ وصحة وهنا على قلب حضراتكم، أحلى فولية. ولو حطيتوا بقى مكان كوباية نص كوباية العسل الجلوكوز دي عسل أبيض هتدعولي. عايزة أقول لكم بقى حاجة، أنا ليه وريت حضراتكم القوام؟ علشان في أصدقاء لينا ممكن أول مرة يحبوا يجربوا، بس أعرفوا حاجة، أنا ليه قلت لكم ممكن تستبدلوا نص كوباية بالعسل الجلوكوز بالعسل الأبيض؟ العسل الأبيض بيدي قوام يعني بسرعة، بيدي العرق ده، هو سبحان الله لان هو تقيل وهو بيدي العرق ده. حتى لو انتوا عملتوا الخامه كلها عسل ابيض هتلاقوا الفوليه تيجي تقطمها ما بتتقطمش، ناشفه قوي. فهو بيقدر نطعم بيه للناس اللي اول مره يعملوا الحلاوه على اعتبار ان هي تبقى تظبط معاهم القوام على طول. وانا وريت حضراتكم البوله فيها ميه بتلج عشان هي ما بتخدعش، اول ما بننزلها هتلاقوها رقدت تحت وفضلت فوق بعضها كده ثابته، اذا هي ليها قوام اهي. نبدا بقى نمسك القوام ده بعد ما ونشوفه لحد ما توصل للازاز اللي احنا اتفقنا عليه، هي دي الطريقه المظبوطه. بصوا هي سخنه مولعه بس انا كان لازم اقطعها وهي كده عشان حضراتكم تشوفوها. ادي الفوليه، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم.